هن الاثنين استاذ عدي، يعني بس الارجح الثانيه. يعني انت تعرف حضرتك وضيوف الكرام ايضا، في السياسه لا يوجد عدو دائم ولا صديق دائم. ممكن يعني ممكن الانتخابات تفرز، يعني في حاله السيد السوداني وعدنا انه الانتخابات تجري في وقتها المحدد، ممكن للسيد السوداني ان مثلا يصير ائتلاف بينه وبين التيار الصدري مثلا، ويصير ائتلاف بين الديمقراطي الكردستاني، ممكن نرى هذا. يعني في السياسه يعني نشوف، وخاصه يعني الاطار هو الاطار اصلا يعني المتمثل بالسيد المالكي وبالسيد هادي العامري وفالح الفياض، يعني هذا الاطار هو تعتبر ورقه محروقه. الشعب العراقي مل هذه الوجوه، لأن هذه الوجوه أجت من بعد 2003 وفشلت في إدارة الدولة. والسيد السوداني لمس هذا، يعني قربه، يعني شفنا زياراته مثلا للمستشفيات، شفنا زياراته للمطار بغداد، شفنا زياراته على في كثير من الأماكن وكثير من المؤتمرات، التقى وشاف وسمع من الشعب العراقي أنه الشعب العراقي طفح به كيل، وهو يتجه للزورق الرابح. أعتقد نعتقد أنه الزورق الرابح الآن والبطاقة الرابحة في العراق هو التيار الصدري وسماحة السيد مقتدى الصدر، وممكن للسيد السوداني نعم يتجه إلى القارب، الورقة الرابحة هي سماحة السيد مقتدى الصدر والتيار الصدري.